السلام عليكم، رجعت بكم عاد تاني لمدينة المهن والكفاءات في تمسنا. تساليت عليها اليوم، تبارك الله كبيرة بزاف، ولكن ما خلاونيش ندخل لداخل نصور، اكتفيت غير بتصور مع لبرا. غادي يبدو تبان لكم ميسا حديرة تبارك الله. سولت واحد السيد تما قال لي راه صافي اشغال بداو يجمعوا زعما داكشي ديالهم، ديك الشركات وداكشي، ان شاء الله غتكون واجده. الله يكمل بالخير وصافي. غادي نرجع بكم لواحد النخل كنت هضرت عليه قبل على العلو ديالو، وفعلا داكشي اللي كنت قلت هو اللي كاين. راه بدا بعد بعد النخلات هنا ميتين، ولكن واقيلا راه راح تقول موقف دار واحد النخل صغير كيما كيبان لكم هنايا. راه كاين واحد النخل يمكن غيبدلو به هذاك اللي كاين، لان هذاك ديجا راه الا كتلاحظوا راه كاين، شوفوا الفراس ديال النخله غادي تلقاوها ميته. ايوا على كل حال الاخطاء تيوقعوا، ربما الغش ديال البستانيين الله يديمها خلقه صافي.